الله يا الله، البنية موجودة فوق إن شاء الله. إن شاء الله. عيني رشا تسمعيني؟ نعم عمو موجودة. لا هاي عمو كلمة جارحة، هاي جارحة، قلوا لها ترى هو مو كلش كبير لهالدرجة. شنو عمو؟ ما يخالف، ما تعرف لين هي مواليد 2001. 2001؟ لا لا عاد عمو عم، بس أقول لكم هاي صغيرونة على الزواج. صغيرونة شنو شيخنا؟ تخرجت حتى من الكلية. ها؟ هم الألفينات تخرجوا من الكلية. أنا عبالي بعدهم بالمتوسطة. لا التسعينات بيوم ما يتزوجون. فضها شيخنا الله يرضى عليك، قمت تحكي لي بالابتدائي والمتوسطة. طبعا الأب طبعا أكو هاي أبهات يضوجون هيك بالعقد مال بناتهم عزيزات، هسه يمكن يعوفنا ويروح يدخن. فضها شيخنا. الدلل 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 الألفينات بدوا يتزوجوا، ايش بيهم التسعينات ما يتزوجون؟ عيني رشا تسمعيني؟ نعم عمو موجودة. أوكي خالة راح تتزوج وتقول لي عمو. زين اسم اسم الصيغه جيدا حتى تجاوبين عليها، وهنا شهود. يا رشا رعد، هل تقبلين بنور محمد زوجا لك على سنه الله ورسوله؟ فاذا كنت موافقه فقولي نعم. ايش فيها؟ لا لا ما بيها شيء، عادي. عادي عمو عادي، يعني البنات ما يقولن نعم من اول مره لان يستحانوا من هالسوالف. طبيعي ما حاضر عقد. زين رشا تسمعيني؟ نعم اسمعك. زين يا رشا رعد، هل تقبلين بنور محمد زوجا لك على سنه الله ورسوله؟ فاذا وافقتي فقولي نعم. شكو؟ لا لا عادي عادي، لا يضل بالك عادي، لا تقلق. ماكو بعض النسوان الا ثلاث مرات يا الله. مو تقول لك عيب قدام الزين لما جاوب قبل نعم ما يصير، يعني هم شويه ثقل. فمو ما بس انا اقول لك انه بالثالثه يقولن هاي ما بيها مجال، قد مجر بالثالثه يقولن ما بيها مجال. وجهه نظر، فضها شيخنا. مو قلت لك وايد راح يطلع يدخن طبعا هسه ادري. عين رشا تسمعيني؟ نعم اسمعك. احش حالاتها التغطيه عندها كلش فول. يا رشا رعد، هل تقبلين بنور محمد زوجا لك على سنة الله ورسوله؟ فإذا كنت موافقة فقولي نعم. قالت نعم يمكن؟ قال ما سمعت. لا قال شيخنا شو صار؟ أنا ثلاث مرات شو خوفتني؟ لا 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 عادي عادي، هي أنا سامع إنه يصير عيني رشا أكو أحد يمك، إذا يمك لأني عيني النسوان اليوم رشا الله يخليكم لا تقولون مو شنو هن يقرن براسهم. يقولها لا بعد يثقلي علي، هاي يصير هواي طبعا ذني عيني النسوان وأخرن شوية من رشا الله يخليكم. خلاص ثقلت، هاي ثقلت علي أنا خلاص بعد ثلاث مرات بعد ماكو وقت خلاص يلا اطمن. أنا هاي تجربتي وخبرتي هسه راح تقول نعم ما يلا إن شاء الله. عيني رشا تسمعيني؟ نعم أسمعك. إيش حالات الصوت؟ الله الله يا رشا رعد. نعم. شنو يا هل يمك جاي يقول هي؟ العفو. يا رشا رعد، هل تقبلين بنور محمد زوجا لك؟ فإذا كنت موافقة فقولي نعم. أقول لك خاف ذني راحن ما موجودة. عيني رشا موجودة؟ موجودة موجودة. إلا عاد شبيش مو قلنا هاي بعد شنو جاي يصير بالضبط؟ رشا بس رعد راح اطلق امك ترى فضينا. لا لا عمي لا تطلق خلاص نصبر وياها بس ما ادري انا هاي اول مره تصير لي اربع مرات. يلا عيني يلا. انت متاكد هاي نفس المتفق وياها الزواج؟ اي شيخنا اي هو خلاص خلاص هاي لا تفضح البنيه هسه خلاص. عيني رشا تسمعيني؟ نعم اسمعك. تشبيهك ليش هاي؟ يا عيني رشا سمعيني ها خلاص هاي الموافقه. يا رشا رعد، هل تقبلين بنور محمد زوجا لك؟ فاذا كنت موافقه فقولي نعم. راح اصعد لهم بالعقال. لا هذا الحكي ما يفيد، هذا الحكي ما يفيد. شنو الحكي هذا؟ على كيفك. لو تقول لي لو تقول نعم لو اطلع ترى هذا مو حكي هذا. على كيفك شيخنا، يجوز ما مقتنعه برباط العريس. شزارته ما يصير هيجي. رشا 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 شو القضيه؟ صدق كذب مو طاحت رجلينا تقولي نعم؟ طاحت رجلينا واعصابنا احترقت. عيني رشا تسمعيني؟ نعم اسمعك. اي لا على شبيك ما قلت نعم ما تقولي نعم شبيك. يلا رشا يلا عيني الشيخ راح ينجلط ترى. يلا بنيتي يلا توكلي بالله. هاي اخر مره. ايه تفضل. هذا اخر شانس. تفضل ان شاء الله. رشا تسمعيني؟ اسمعك. ها راح انجلط والله. تحمل تحمل شيء. يلا ما دام اكو تغطيه هاي. يا رشا رعد، هل تقبلين بي؟ لا يا بي هذا يا ما يخالف 2001. يا رشا تسمعيني؟ نعم اسمعك. هي تبقى انت تضغطنا يعني هي يا رشا رعد، هل تقبلين بنور محمد زوجا لك؟ فاذا كنت موافقه فقولي نعم.
لا صاعد لهنا انا هذا لا 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 صاعد لهنا لا شيخنا شيخ خلاص فضلت هاي الصبر حلو ماكو صبر على سمعيني لا لا اسمعك لا ايش فيك ايش فيك يا سخام هل تقبلين بسخام زوجا لك خافت تغاصبيها على الزواج قولي نعم انا منك ابطل والله قولي نعم اي يس اي شيء ادري مبات هنا اليوم تردين الولد لو لا يا رشا بترعد فشلتينا يا رشا فقولي نعم شباب انا ترخص ان شاء الله عود من تقنعوني بنيه تسهيل الله عود شيخنا شيخنا انا ما صدقت اهلها وافقوا يعني شيخنا بس هي ما موافقه صار لي ساعتي انا اريد الموافقه مالتها ما موافقه ما انت مو قلت من البدايه وانت عندك خبره وتعرف تخجل البنيه بس هاي اخر مره اخر يا مره اخر مره انا راح اروح هذا الدفتر عندكم اذا وافقت عود يلا اخر مره هاي الخاطر الحجي اشكرك بس هاتر صبر وياها ديروا بالكم عليه ما يخالف عيني رشا تسمعيني نعم اسمعك انا ما الا ما تقول اسمعك يلا بنيتي خلاص وهذا اخر واذا ماكو بعد انا اتوكل على الله يا رشا بترعد هل تقبلين بنور محمد زوجا لك فاذا كنت موافقه فقولي نعم نعم لا لا العفو شيخ ما سمعتك شنو قلت فقلت لك نعم بعدني ما مجاوبه يعني هاي النعم يعني مو مال موافقه لا بعدني ما مجاوبه ما انتبهت ها لا ده انا اتوكل عود ان شاء الله من تردين تقولين نعم عود دروحي شيخنا لا لا شيخنا لا لا بس هاي اخر شيخنا مره شيخنا اخر مره شيخنا اخر مره رشا بترعد الله لا يوفقنا ابوك